لو الحكاية فيها إن فيديو الحوت النهاردة عندهم القمر مازال بيدعمهم لغاية الساعة 7 بالليل، وأشوف إنه الوقت مناسب إن هم يقضوا أوقات اجتماعية حلوة تجمعهم بالأصدقاء المخلصين، وعندهم كمان الإصرار على إن هم يسعدوا اللي حواليهم وينشروا حواليهم روح حلوة وروح فيها سرور وسعادة. لكن كمان بقول لهم ما تنسوش نفسكم، تقدروا النهاردة ان انتوا تهتموا بنفسكم اكتر، وكمان الغير مرتبطين مازال عندهم يوم مناسب ان تتحول عندهم علاقة صداقة لعلاقة حب.